ما دمنا نتكلم عن القيادة والنمو والتطور السريع الحادث في هذه الفترة، اطلعت مؤخرا على أحد التقارير التي تقول أن مشكلة العالم العربي هي في عدم وجود رؤية واضحة، عدم وجود استراتيجية، عدم وجود أهداف محددة المعالم. برأيك ما مدى حاجتنا هذه الفترة والفترة القادمة لوجود رؤية واستراتيجية وأهداف واضحة؟ هذا الكلام موضوع مستمر، يعني أنا لا أقول أننا بحاجة الآن، أنا أقول أن عملية الدراسات المستمرة هي عملية مستمرة، وعملية الاستراتيجيات المستمرة هي عملية مستمرة وتتغير كل يوم، ولذلك نحن بحاجة إلى تعديل وتطوير هذه البرامج وهذه الاستراتيجيات على المدى الطويل. ولكن أنا أرى أنا هنا أيضا أن هنالك ظلم عندما نقول معنا، مش صحيح. أنا لي اتصال مع المراكز التي تقوم بالأبحاث ووضع الدراسات والاستراتيجيات والدراسات، وأرى أننا نسير إذا لم نكن اكتملنا، وطبعا لن نكتمل، الكمال لا يمكن أن تصل له، كمال لله وحده، ولكن إذا قلنا أننا الآن أفضل من العام الماضي، نعم، فلماذا لا نرى في ذلك أن الكيرف الخط البياني الخط البياني متجه بالاتجاه الصحيح، أما أمامنا مسيرة طويلة، نعم، ولكن نريد أن نتذكر أيضا مثل ما قلنا من السبعينات إلى الآن الدول العربية مرت في مرحلة ركود ومرت في مرحلة جفاف في الأموال، كانت الموازنة بالكاد تكفي للاحتياجات الأساسية للمواطن وللدولة، فما كانش عندك القدرة على أن تستثمر لا في البنية التحتية ولا بالبناء القدرات بالشكل الذي تستطيعه الآن وبالحجم الذي تستطيعه الآن، فأنا متفائل. جميل دكتور طلال، سعدنا بوجودك معنا اليوم. هذا شرف لي وأشكركم على هذه الفرصة. الله يسلمك.